بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البرنامج بتاع تدبر القرآن بالمنطق البرمجي أو تدبر كلام الله ورسوله بالمنطق البرمجي، اللي غرض منه بس عشان الناس ما كانتش متابعانا، بنعرض الآيات بشكل جديد مفصل معتمد فيه في التفصيل دوت على فكرة الكود والمنطق البرمجي، علشان إن شاء الله إن إحنا نرسخ بعض الآيات أو الحديث، أو حتى نقدر نفك بعض المشاكل الخاصة بالشبه الدينية. بنقدمه طبعا في رمضان كخدمه للدين وتوضيح ليه، مش للبرمجه، لكن باسلوب المبرمجين. يا رب يكون مفيد ومضيف وموفق ومتقبل ان شاء الله. النهارده معانا المؤمنون. المؤمنون ريفرز دول في صفات في الايات ان شاء الله، يعني نستعرض كده صفات المؤمنين من سوره المؤمنون من ايه 2 لايه 11، من بعد قد افلح المؤمنون. عندنا بعد كده احنا اول حاجه هنا عملناها في عرفنا فاريبل. الفاريبل ده سميناه ايرث. ايرث هو مقصود بها الوارثون، وهنا طبعا هو انهيرت بارادايس اللي هم هيورثوا الفردوسي. زي شال ليف زير فور ايفر، هم فيها خالدون. دي اول حاجه. دي طبعا ده فاريبل شايل القيمه دي، ده تعريف لمين هم الوارثون. بعد كده عندنا البليفرز اللي هم المؤمنون، فيهم مجموعة من الاتريبيوتس او الصفات او البروبرتيز. الصفات ديت احنا طبعا حطيناها قيم افتراضية عشان ما نعملش ما نطولش البرنامج. اول حاجة من صفاتهم اللي هم الصلاة praise. طبعا في خاصيتين في الصفات، في صفاتين في يعني او قيمتين، عشان كده عملناها بشكل array، يعني الفاليوز two values humble، والمقصود بها هنا خاشعون، والمقصود بها طبعا والذين هم في صلاتهم خاشعون. القيمة الثانية للصلاة، يعني في عندنا حاجتين لازم يكونوا مظبوطين للصلاة، اللي هي observe، والobserve هنا مقصود بها والذين هم على صلواتهم يحافظون. دول كده بخاصين بالصلاة. اللي بعد كده الايدل توك. ايدل توك طبعا مقصود بها الكلام التافه ملوش لازمه، اللي هو مقصود بها اللي هي واخده طبعا قيمه turn away، يعني بيبعدوا عنها، يعني مقصود بيها والذين هم عن اللغو معرضون. بعد كده charity. charity اللي هي مقصود بيها الزكاة، واخدة تروح عشان تبقى القيمة بتاعتها فعالة، ومقصود بها والذين هم للزكاة فاعلون. بعد كده guard، واخدة privates. guard هنا المقصود بيها والذين هم لفروجهم حافظون. طبعا بيت الايه طبعا اللي هي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فهنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو. لكن احنا هنا بنقول جارد، دي الخاصيه بتاعت المؤمنين، لازم تكون برايفت. اخر خاصيه عندنا اللي هي بليدجز اند تراستس. بليدجز اند تراستس. بليدجز اللي هي المقصود بيها العهود يعني، وتراستس الأمانة المقصود بها، وطبعا الاثنين بريزيرف لازم تكون راعون، المقصود بها والذين هم أو والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. فلازم يكون الأمانة والعهد هنا طبعا هي خاصية واحدة، لازم يكون هما الاثنين واخدين نفس الفاليو، يعني هنا التو اتريبيوتس دول فاحنا اعتبرناهم واحدة، لأن هو بياخد نفس الفاليو اللي هي بريزيرف راعون أو محافظون عليها. بعد كده عندي فاريبل للريزلت، والريزلت ديت اللي هي النتيجه في الاخر، واحنا سايبين قيمتها حاليا الفاريبل ده قيمته فاضيه على حسب الكونديشن اللي احنا هنستعرضه. هنا دخلنا في الاف كونديشن. اف هنا بيعمل شرط بتاعي لموضوع معين. فاحنا هنا بنختبر مجموعه من الصفات. فاول حاجه استعرضنا او اتكلمنا عن الصفات ديت، نتاكد من قيمها ان هي مظبوطه ولا لا. فاتكلمنا هنا على البريز للصلوات في الخاصية الأولى، في القيمة الأولى، يعني قيمتها الأولى لازم تكون إيكوال هامبل، تكون إيكوال خاشعون. وبعد كده اتكلمنا على الأيدل توك، طبعا كلهم يعني كلهم كخصائص فرعية مستمدة من الأوبجكت اللي اسمه اللي هو المسؤول عن المؤمنون واللي اسمه بليز. فالأيدل توك لازم تكون قيمتها تيرن أواي. تشاريتي تكون واخدة ترو. جارد تكون برايفتس. بليدجز أند تراستس تكون بريزيرفز. بريزيرف والبريز بريز هنا الصلوات، بس خد بالك في القيمه الثانيه، لان هي واخده قيمتين الصلاه،
واخده هنا اوبزيرف، لان تكون واخده اوبزيرف. وطبعا من اللطائف كده ان صفات المؤمنين ربنا عرضها في القران بالترتيب، كانت اول خاصيه من خصائصهم كانت تخص القران، وهي الخشوع في الاسف في الصلاه، تخص الصلاه، وكانت الخشوع في الصلاه ومجموعه من الخصائص الاخرى، وانتهت ايضا بالصلاه. طبعا ده يعظم ويوضح تعظيم قدر الصلاه. وطبعا الناس تكون خاشعا وتكون محافظ عليها. طبعا تلاحظ ان هنا الاتريبيوتس كلها ما بينها، او الكونديشنز دي كلها ما بينها اندنج، والاندنج هنا معناها ان كلهم لازم يتنفذوا مع بعض، للاسف لازم يتنفذوا مع بعض، ما ينفعش واحده منهم تتغير. لو واحده منهم غيرت كله هيفشل. طبعا لو واحده، لو كلهم صح وجايبين ترو، هتبقى النتيجه بتاعت الريزلت بتاعته، هتبقى الريزلت بتاعته هتبقى از، اللي هي المقصود بيها الوارثون، واللي هم قيمتهم هو الانهيرت بارادايز، زي شيل ليف اي زيرو فور ايفر ان شاء الله. إلس طبعا والعياذ بالله، دول بقى اللي هم إلس، يعني حصل خلل في أي واحدة من دول. لاحظ بقى هنا الصعوبة، يعني الموضوع أندنج، لو حصل خلل في أي واحدة من دول، يعني قيمة واحدة من دول ما طلعتش ترو، هيخش معاك في الإلس، وهتبقى النتيجة ليفن هيل فور ايفر، اللي هي طبعا في جهنم خالدون. طبعا زي في آخر سورة المؤمنون برضو، ومن خفت موازينه فأولئك الذين، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أنفسهم هم في جهنم خالد. يبقى كانت دي النتيجة العكسية لو كان في هنا أي خلل في الشروط دي. وفي الآخر بطبع طبعا النتيجة اللي إن شاء الله تكون تبع المؤمنون. نجرب البرنامج ده، نروح هنا كده ونرنه، طبعا مش هعمل انبوتس ولا حاجة على طول. فقال لي النتيجة بتاعتي هو inherit paradise they shall live there forever. إن شاء الله نكون من المؤمنين. اللهم اجعلني منا، نجعلني وإياكم منهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.